لمركز الزيد للخيل العربية الأصيلة، مجموعة كبيرة من هذه الأمهار الجميلة بعمر من شهر إلى 6 أشهر. نشاهد أمهار تختال بجمالها، بحضورها، بأصالتها، ونحن نتابع ونشجع ونحيي. نعم، وهذه الأمهار من عمر 3 إلى 6 أشهر حسب المنظمين محددين العمر من 3 أشهر فما فوق، ويجوز لهذه الفئة أن يشترك من شهر إذا أراد المنظم إلى 6 أشهر حسب قانون الإكاهو. من شهر إلى 6 أشهر يعتبر مواليد، يعني 4 أسابيع إلى 6 أشهر يعتبر مواليد. هنا نشاهد الأمهار من عمر 3 شهور إلى 6 أشهر في هذه الفئة. مجموعة أخرى، نشاهد النظر الأولية من قبل الحكام، وفي عملية الخروج الآن من أرض الميدان لنتابع وإياكم كل مهر على حدة، ونتعرف إلى المراكز الخمس الأولى، إلى العلامات التي سوف تمنح من السادة الحكام، الإنتاج والمربي والمنتج المتابع لأمهاره بكل شغف وبكل حب وبكل اهتمام، كيف لا، وهو المنتج وهو المربي وهو المالك هذه الفئة، بل هذه البطولة هي بطولة إنتاج رائعة ومشجعة للمنتج السعودي. كل الأمهار الآن خارج الميدان، لكن مهر واحد سوف نشاهده في أرض الميدان بعد لحظات من خلال الحركة. First call to go. يا وطن في يوم عزك عشت بالخير المديم، والسعودية نحن طول العمر حراسها، سيدي سلمان عنهج الصراط المستقيم، صنت عز المملكة ونالت معك نماسها. يا وطن في يوم عزك عشت بالخير المديم، والسعودية نحن طول العمر حراسها، سيدي سلمان عنهج الصراط المستقيم، صنت عز شوف شابك من عيون العشق شالك يا زعيم، ولك محبة جاوزت هالكون في مقياسها، عيمينك واقف محمد كمل حر العديم، حقق أحلام الشباب وبه زمان براسها. شوف شابك أحلام الشباب وبه زمان براسها. Next to go. تبتسم يا سيدي سلمان يا القلب الرحيم، وتبتسم لك كل أرض المملكة مع ناسها، يا ملك يا بني الأمجاد والصرح العظيم، يا فخر كل القلوب
قلوب بنبضها وإحساسها تبتسم يا سيدي سلمان يا القلب الرحيم وتبتسم لك كل أرض المملكة مع ناسها يا ملك يا بني الأمجاد والصرح العظيم يا فخر كل القلوب بنبضها وإحساسها هذا محمد يقود الجيل بالفكر الحكيم ومن عطر مجد أخذتها الأرض طيب أنفاسها له طموح من شموخ طويبه طال القميم ولجل شابه كم نثر من ذرها ما ماسها هذا محمد يقود الجيل بالفكر الحكيم ومن عطر مجد أخذتها الأرض طيب أنفاسها. إذن بانتظار علامات أول مهار الذي شارك قبل قليل وهو المهر رقم 62 رويال الشامخ من الأب ألكسندر والأم فابانا جي والمالك وسيد سلمان بن حمود بن نويم جريس الجريس العتيبي مربط الشامخ. سكور والنمبر 62 والتايب لهوي العربية 19.5 88.88 مجموع علامات ريال الشامخ. Next call to go. تابع الآن علامات المهر رقم 64 سامر العليا ومن الأب جبير الشقب ومن الأم جوهرة العليا المالك والسيد عبد العزيز بن علي بن محمد السفلان. إذن سامر العليا هو رقم 64 سوف نعلن نتائجه. سامر العليا سكور كولد نمبر 64 سامر العليا فور تايب الهوية العربية سامر العليا 18.5 الرأس والرقبة 18.5 19 بدن تبلان جسم خط الظهر 17.5 القوائم 15 and 15.5 movement al haraka 18 and 18 total score 88.25 88.25 مجموع علامات سامر العليا اذا 88.25 Next call to go.
سوف نعلن الآن علامات المهر رقم 63 حاكم صارم. حاكم صارم من الأب كنز البداير والأم اس كي مضاوي المالك والسيد سلطان حامد مستور الحارثي مربط صارم. سكور كولد نمبر 63 حاكم صارم. تايب الهوية العربية يونانيمس 18.5 18.5 جميع الحكام. هيد اند نيك الرأس والرقبة 19.18 18.5 and 18. وادي انتابلاين جسم وخط الظهر 17.17 17 and 17.5. لهجة القوائم 15.15 15 and 15.5. موفمنت الحركة يونانيمس 18 18 جميع الحكام. توتال سكور 87.25 87.25 87.25. مجموع علامات حاكم صارم. Next call to go. إذن أعزائي لحظات ونكون مع علامات المهر رقم 65 مشهور السيد وهم الأب فاليدورو والأم ذرة السيد والمالك مربط السيد الخيل العربية الأصيلة. سكور كود نمبر 65 مشهور السيد تايب واو واو 20 19.5 19.5 and 20. ما شاء الله. هيد اند نيك الرأس والرقبة واو 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 20 19.5 20 and 20. ما شاء الله. بعد أن تبلان جسم وخط الظهر 18 18 18 and 17.5. نيكز القوائم 15 يونانيمس 15.5. فاينالي موفمنت أخيرا الحركة واو 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 20 19 20 and 20. ما شاء الله. توتال سكور 92.75. ما شاء الله. هذا المهر الرائع مشهور السيد وهو مشهور فعلا بهذه العلامات الرائعة. ما شاء الله الله يبارك 92.75 جماعها مشهور السيد. Next go to go. Yeah.
إذن مشهور السيد يضع ضغط كبير على باقي الأمهار. بسم الله ما شاء الله بهذا العمر وهذا المعدل وهذا الجمال مشهور السيد الله يبارك لمالكم الربط السيد الخيل العربية الأصيلة. لحظات ونكون مع المهر رقم 66 لزاز ألمع. لزاز ألمع من الأب شامخ إيام والأم شيهان الأس آر. أما المالك فهو سيد موسى بن سعيد بن حسن عسيري. سكور كورد نمبر 66 فور تايب لهوي العربية يونانمس 18 جميع الحكام هدى عدناك على رأس الرقبة 17.5 جسم وخط الظهر 18 17.5 and 17.5 ليكت القوائم يونانمس 15.5 15 ونص جميع الحكام موفمنت الحركة 18.5 and 17.5 total score 87.13 87.13 مجموع علامات لزاز ألمع. Okay, next call to go. المرة التالية لأرض الميدان. انتظار علامات المهر رقم 67 زاهي الكواسر وهو من الأب أديب السيد والأم زاهي الهواجر. المالك السيد محمد سفر عاضة البقمي مربط الكواسر. Code number 67. Type هوية العربية 18.5 19 18.5 and 18.5 18.5 19 18.5 and 18.5 18.5 19 18.5 19 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
رقم 67. Just remind our graduates to sign the paper, please.
انتظر علامات المر رقم 68 دي البراء، وهم الاب دي جلاء والام اليفوريا، المالك السيد سعد بن محمد بن سعد بن سلمة، مربط دايموند. Sorry to disqualify code number 69 because he was lame. نأسف لاستبعاد المهر رقم 69 لأنه كان يعاني من العرج. Score of code number 68 for type الهوية العربية 19, 18.5, 18.5 and 19. هذا النك رقبة 18.5, 18.5, 18 and 18.5. بدن تبلان جسم حتى ظاهر 18, 17.5, 17 and 17.5. legs القوائم 15, 15, 14.5 and 15. movement الحركة 19, 18.5, 18.5 and 19. total score 88.25, 88.25, 88.25. 88.25. مجموع علامات دي اي البراء. Next call to go. انتظار علامات المهر رقم 70 أصيل الهديانية من الأب ماهر السيد والأم سلطان الوشم، المالك السيد عبد الله محمد علي الهدياني. سكور كود نمبر 70 فور تايب الهوية العربية 18, 18.5, 18.5 and 19. هيد النك راس ورقبة 18, 19, 18.5 and 19. بعد أن تبلان جسم خط الظهر unanimous 18 جميع الحكام legs القوائم 16, 15.5, 15.5 and 15.5. movement الحركة 18, 18.5, 18.5 and 18. total score of 89 علامة جمعها المهر رقم 70
أصيل الهديانية. You. Next call to go. ننتظر علامات المهرقة 71 طاري السيد ومن أب نبيل السكب والأم درة السيد المالك مربط السيد الخيل العربية الأصيلة. انتظار علامات طاري السيد المهر رقم 71 سكور كود نمبر 71 طاري السيد أور تايب الهوية العربية 19.5 19 19 at 19.5. Head and neck, araso rakaba, 19.5 19 19.5 at 19.5. Body and top line, jismahat al dahar, 18.5 18 17.5 and 17.5. Legs, qawam, 16 15.5 15.5 and 15. Movement al haraka, 18 18.5 19 at 19. Total score, 90.63 90.63 90.63. 90.63 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
Call to go.
بانتظار علامات المهر رقم 72 نايف أن، نايف أن الأب تروست، ضمن الأم أدينا جي، المالك السيد نايف بن عبد الله بن إبراهيم المسيحل. سكور كود نمبر 72 فور تايب لهوية العربية 19 18.5 18.5 at 19.5. هذا نيك على أصل الرقبة 19 18.5 18.5 at 19. بدأ أن تفلان جسم حتى الظهر 18 17.5 17.5 and 17.5. نيك القوائم 15 15 14.5 14.5. موفمنت الحركة يونانيمس 19 توتال سكور 89.89. علامة للمهر رقم 72 نايف أن 89 علامة. آخر الأمهار هو الذي نشاهد الآن بأرض الميدان، آخر الأمهار رقم 73 هو الذي نشاهد الآن، أنهى في هذه الأثناء وتسلم الأوراق. ونشكر السادة الحكام ومسؤول ميدان ولجنة الانضباط. Thank you judges, thank you ringmaster and thank you DC. لحظات ونعلن آخر النتائج، وبعدها نعلن أصحاب المراكز الخمس الأولى من فئة الأمهار المواليد. This program is offered by Ask yourself a question. What would I love? This is your time. This is your moment. Life is calling out to you. Every day, get up and do what you love. And love what you do. Embrace the world. Enjoy the journey. Live your best life. Follow your passion, because no one can do it for you. See Jarvis Insurance, protecting your passion so you can live your dream. قالت من انت وقلت مجموعة انسان من كل ضد وضد. أذكر هذه الفئة مواليد برعاية مربط الباخت، نهار وليل وافراح واحزان، اضحك ودمعي حاير وسط عيني. إذن مربط الباخت سوف يقوم بتتويج الفائزين في فئة الأمهار المواليد. لنعلن النتائج الآن. المركز الأول first place code number 65
إذن ألف مبروك للرائع المميز مشهور السيد، مبروك المركز الأول، مبروك لمربط السيد الخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. سكند بليس المركز الثاني كون نمبر 71 أيضا دار السيد، ألف مبروك لمربط السيد المتألق للخيل العربية الأصيلة. ثيرد بليس المركز الثالث كود نمبر 73 المهر رقم 73 مرعب آل زايد، نبارك السيد فهد سعيد زايد بن محمد آل عايض مربط آل زايد. فورث بليس المركز الرابع كود نمبر 72 المهر رقم 72 نايف ان، ونبارك لمالكي سيد نايف بن عبد الله بن ابراهيم السيحل. 50 بليس المركز الخامس كود نمبر 67، ونبارك في المهر رقم 67 زاهي الكواسر، ألف مبروك سيد محمد سفر عاضة البقمي مربط الكواسر، ألف مبروك للجميع. أذكر هذه الفئة برعاية مربط الباخت، ويتفضل مربط الباخت مشكورا بتتويج ما شاء الله. نشاهد على فكرة يعني ما شاء الله يعني أمهار المركز الأول مهر بسم الله عالمي الله يحفظه لمربط السيد الرائع، إنتاج مميز لمربط السيد ما شاء الله، والمركز الأول بأعلى العلامات 92.75 ما شاء الله، لما نقول مهر بهذا العمر ويحصل على 92.75 بسم الله ما شاء الله الله يبارك لمالكه، ومستقبل زاهر للرائع المتميز المشهور مشهور السيد بسم الله ما شاء الله، مهر مميز وعلامات مميزة وحضور رائع لبطولة الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة. كل الشكر والتقدير لمركز الزيد، والشكر الموصول للسيد خلف الزيد رئيس اللجنة المنظمة العليا والمركز الزيد الرائع لتنظيمه هذه البطولة التي جعلتنا نشاهد هذا المستوى الرائع من خلال الأمهار المواليد عندما تصل العلامات إلى 92.75 يعني تقريبا 93 علامة بهذا العمر، يعني لديك مهر يجب أن تفخر به مربط السيد حقيقة ما شاء الله، كما فخرنا بالأمهار مواليد يوم أمس أيضا بعلامات مميزة. سوف نشاهد تنافس كبير في البطولات النهائية، مبروك للجميع. أذكر الإجراءات الاحترازية رجاء، يعني ثلاث أشخاص مع المهر وارتداء الكمامة حسب البروتوكول والإجراءات الاحترازية لو سمحتوا، ارتداء الكمامة وثلاث أشخاص والتباعد الاحترازي لو سمحتوا. وتتويج الآن يتم لهؤلاء الأمهار الرائعون.
إذن ألف مبروك وكل الشكر لمربط الباخرة راعي هذه الفئة. مبروك لجميع الفائزين، مستوى كان رائع ومميز. ننتظر الآن الفئة الثانية، ألف مهرات بعمر سنتين، تجهيز المهرات لننتقل وإياكم إليها بعد لحظات في ثاني أيام هذه البطولة الجميلة، بطولة الإنتاج والتنافس القوي والمستوى الرائع الذي شهدناه اليوم يبشر بالخير للمنتج السعودي. ما شاء الله نشاهد مستويات الآن منافسة بقوة، وأيضا هذه البطولة الرائعة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل يحفظه الله، رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة سباقات